برغم كفاءتها وجدارتها، لم تتمكن عليا من الحصول على المقعد البلدي بعد ترشحها للانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي، فعائلتها لم تساندها ومحيطها انتقد قرارها علناً، والقوانين في بلدها لا تضمن كوتا نسائية تمثيلية في الانتخابات. رغم معارضة أهلها، نجحت رنا في الحصول على الطلاق رسمياً، ولكن زوجها السابق حرمها من رؤية ابنها فؤاد، متسلحاً بقوانين الحضانة والرعاية التي تمنح الأب هذه الحقوق تلقائياً. آثرت هلا التي تركت عملها للتفرغ للأعمال المنزلية الصمت لثلاثة سنوات على تعنيف زوجها لها، فهي لم تفكر في الانفصال خوفاً من نظرة عائلتها أولاً والمجتمع ثانياً، وخوفاً من أن لا تجد وظيفة تمكنها من إعالة نفسها. عليا ورنا وهلا لسنا الوحيدات، ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه 37% من النساء العنف الأسري، و33% منهن يعملن في ظروف رديئة ويتقاضين أجور متدنية. أما من ناحية التمثيل السياسي، فتتولى النساء فقط 19% من مجموع المقاعد البرلمانية. في هذه المنطقة، أطلقت منظمة أوكسفام البرنامج الإقليمي للعدالة الجندرية في سنة 2009. يعمل البرنامج بالشراكة مع منظمات حقوق نساء محلية وجمعيات أهلية في المنطقة للوصول إلى مجتمعات أكثر عدالة وتكرس المساواة بين الرجال والنساء. في هذه الشراكة، نعمل على دعم دور النساء الريادي في المجتمعات ومشاركتهن السياسية في صنع القرار، كما نعمل على تعزيز وصولهن إلى العدالة ولإنهاء التمييز والعنف بحقهن. لتحقيق ذلك، نسعى عبر برامجنا إلى أحداث التغيير على المستويات الفردية والمجتمعية والمؤسساتية، سواء عبر المناصرة والتأثير أو عبر تنمية قدرات شركائنا في الجمعيات النسائية والأهلية في المنطقة وتشكيل شبكات تكاتف معهم، كما نقوم بإنتاج المعارف والدراسات حول قضايا العدالة والمساواة بين الجنسين، وذلك بهدف الوصول إلى مجتمعات أفضل حيث يمكن للنساء والشابات إيصال أصواتهن والتمتع بالحقوق والحماية. من خلال برنامجنا هذا، استطعنا الوصول لأكثر من 7.5 مليون مستفيد ومستفيدة في المدن والأرياف، ومعاً نستطيع تحقيق المزيد.